وقعت اشتباكات بالأسلحة النارية داخل وقرب أحد المساجد في مدينة مومباسا الكينية في أعقاب مداهمة الشرطة للمسجد إثر تلقيها بلاغا بأن شبان المسلمين يتلقون دروسا في الفكر المتشدد ويتدربون على شن هجمات مسلحة. وقال قائد الشرطة إن مداهمة المسجد جاءت بناء على بلاغ، وأضاف أن قواته تعرضت لإطلاق النار عند اقتحامها المسجد الذي اعتاد رجال دين المتشددون إلقاء الخطب فيه. وأثرت المداهمة احتجاجات عنيفة داخل مسجد موسى في حي ماجينجو الفقير وفي الشوارع القريبة، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص في الهواء لتفريق الحشود الذين رشقوها بالحجارة. وكان مسلحون من حركة الشباب هاجموا مركزا تجاريا في العاصمة الكينية نيروبي في سبتمبر الماضي، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 67 شخصا. وقال محققون غربيون إن شبكات متشددة محلية ساعدت المهاجمين في تنفيذ الهجوم. وأصبح تفكيك الشبكات الإسلامية المتشددة بين الأقلية المسلمة هناك يمثل أولوية للسلطات الكينية التي تحاول وقف هجمات يشنها متشددون صوماليون وأنصارهم انتقاما من نيروبي لإرسالها قوات لمحاربة متمردي حركة الشباب في الصومال. وائل جمال، رويترز.